والشطة والثوم. كده يا حبايبي هنملح الباذنجان. ده الثوم الاخضر وده ملح ودي كزبرة ناشفة ودي الشطة هريسة الشطة. ان شاء الله هنعمله مع بعض. ان شاء الله هريسة الشطة ودي ما صورتهاش. دي كزبرة ناشفة ودي الليمون. الله هيبقى شوية باذنجان عجب باسم الله بالمعنى فيها. بسم الله الرحمن الرحيم. كده مش مسويه على الاخر كده ماسك نشف ماسك نفسه كده وعشان لما يقعد في الدقه ما يتهرش. يا حبايبي يعني منه بدنجان مفيد في حديد ومنه برضو ايه عشان نعملوه بالثوم. نعلم ايه من ناحيتين الثوم والبدنجان في الحديد. الباذنجان كبير يلا حاولوا بقى الثوم والبصل ده كتروا منه بقى. دوروا على الحاجة اللي تحطوا فيها الثوم برضو ايه طماطم المخللة برضو بالثوم. لو مفيش بدنجان سلطة حطوا عليها بصل حطوا عليها ثوم تمشي برضو كده عشان ما اطولش عليك الفيديو. كده حبايبي ملحنا الباذنجان نملح الفلفل بقى.
الباذنجان والفلفل.